السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو جهوي ديال 2012 ولا باك آداب امتحان الرياضيات بطبيعة الحال. التمرين الأول، في التمرين هذا عندنا ثلاثة أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول فيه حل ديال المعادلة من درجة جوج ومتراجحة من درجة جوج، السؤال الثاني حل النظمة، والسؤال الثالث مسألة فيها نسبة ديال الزيادة أو نسبة ديال النقصان من واحد المنتوج. نبدأ بالنسبة للتمرين الأول اللي هو حل في R المعادلة x أس 2 ناقص 3 x ناقص 10 تساوي 0. أول حاجة نعطو غير واحد التذكير، المعادلة من الدرجة الثانية كنكتبو على شكل AX أس 2 زائد BX زائد C كتساوي 0، بحيث كيتغيرو لي ديما غير هاد المعاملات هادو اللي عندي هنايا. وملي كنبغي ندير الحل ديال هاد المعادلة هادي من الدرجة جوج، شنو كندير؟ كنمشي نحسب دلتا اللي هو ديما كيساوي B أس 2 ناقص 4 في A في C، ومن بعد ما كنحسب دلتا على حسب الإشارة ديالو كنشوف كانت الإشارة ديالو سالبة المعادلة ما كيكون عندها شي حل. يعني في حالة كان دلتا سالب كتكون المعادلة لا تقبل حلا في R، كان دلتا كيساوي صفر كيكون المعادلة تقبل حلا واحدا، وهذا الحل هذا كنديرو إكس واحد أو لا إكس كيساوي ناقص ب على 2 ا، بحيث هاد ب وهاد ا هادو كنجبدوهم من المعادله اللي كتكون عندنا في الاول. كان دلتا موجب قطعا كنقولوا ان المعادله تقبل حلين، وكنكتبوا الصيغه ديالهم اكس واحد كيساوي ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على 2 ا، واكس 2 كيساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 ا. هادشي اللي عندنا في المعادله من الدرجه جوج. يعني شنو خاصني ندير بالاول هنايا؟ خاصني نعرف شحال كتساوي ا، شحال كتساوي ب، وشحال كتساوي سي، ونطبق هادشي هذا كيف ما هو. نبداو بالنسبه للمعادله اللي عندنا احنا هنايا، هي اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 10 تساوي 0. اول حاجه نحط عندي ال ا و ب و سي شحال كيساوي. بطبيعة الحال هاد الأ و ب و سي ما كناخدهمش بالترتيب. الأ هو المعامل اللي كيكون في إكس أس 2 أو اللي مضروب في إكس أس 2، ب هو المعامل اللي مضروب في إكس، و سي هو المعامل اللي كيكون معزول وحده. يعني بالنسبة لهنايا العدد اللي مضروب في إكس أس 2 واخا ما كيبان ليا شي عدد هنايا، راه بطبيعة الحال هاد إكس أس 2 مضروبة في واحد، يعني أ كيساوي واحد. بالنسبة لب هو المعامل اللي مضروب في إكس، المعامل اللي مضروب في إكس أنا عندي هو ناقص 3، كناخدو هو الإشارة ديالو، يعني هنا عندي ناقص 3. بالنسبة للسي هو العدد اللي معزول بوحدو اللي هو عندي في هاد الحالة ناقص 10. من بعد ما حطيت المعاملات نمشي نحسب مميز المعادلة اللي هو دلتا. دلتا كيساوي بي أس 2 ناقص 4 في أ في السي، هنا كنحاول ندير الأقواس غير باش متخطاوش في الإشارة. من بعد بي هي ناقص 3، تولي عندي ناقص 3 لكل أس 2، ناقص 4 في الأ اللي هي 1، والسي هي ناقص 10. ناقص 3 أس 2 بحالة بحال 3 أس 2، لأن المربع كيكون عبارة عن عدد موجب، يعني هذا تعطيني هي 9. عندي هنا الناقص مضروبة في الناقص هنا تعطيني هي زائد 4 في 1 4، 4 في 10 هي 40، يعني دلتا كيساوي 49. بما أن دلتا موجب قطعا إذا المعادلة تقبل حلين هما، ونكتبهم إكس 1 كيساوي إكس جوج كيساوي ديما الحل اللي كيكون هما ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على 2 أ، والحل الثاني بحالو بحال الآخر غير هاد الزائد كتبدل ناقص، ناقص ب ناقص جذر مربع دلتا على 2 أ، ونعوض كل عدد بالقيمة ديالو. ب هو ناقص 3 وأنا عندي هنا ناقص ب، يعني ناقص ناقص 3 اللي هي 3 زائد جذر مربع دلتا حسبناها لقيناها هي 49، دير هنا 49 على جوج. الأ عندي هي واحد، نفس الشيء هنايا، ب هي ناقص 3 ناقص ب هي ناقص ناقص 3 اللي هي 3، ناقص جذر مربع دلتا اللي هو 49، وهنايا جوج في واحد، وما تبقى لي هنايا غير حساب، وغنتوصل في الأخير لأن إكس واحد كيساوي 3 زائد جذر مربع 49، جذر 49 هي 7، وجوج في واحد هي جوج. نفس الشيء هنايا، إكس 2 يساوي 3 ناقص 7 على 2. 3 زائد 7 هي 10، 10 مقسوم على 2 هي 5، وهنايا 3 ناقص 7 هي ناقص 4، وناقص 4 مقسوم على 2 هي ناقص 2، يعني أن هذه المعادلة تقبل حلين هما ناقص 2 و 5.
مزيان، هذا هو السؤال الاول. الحل ديال المعادله من الدرجه الثانيه، لقينا الحلول هما ناقص 2 و5. نخلو مع عندنا حيت غنحتاجوهم في السؤال اللي من بعده. كيف ما قلنا الحلين نكتبوهم هنايا باش نبقاو عاقلينهم. الحل الاول قلنا هو 5 والحل الثاني هو ناقص 2. من بعد السؤال ب، المتراجحات. بالنسبه للحلول ديال المتراجحات كندير نفس الخطوات ديال حل المعادله من الدرجه 2، غير في الاخر كنزيد واحد جدول ديال الاشاره على حسب الحاله اللي انا فيها، يعني على حساب واش دلتا سالب اولا دلتا كيساوي صفر اولا دلتا موجب قطعا، وهذا الشيء راه عندكم في الدروس ديالهم. مزيان، ندوز هذه المتراجحه اللي عندي هنا. اكس اس 2 اكبر من او يساوي 3 اكس زائد 10. اول حاجه ملي كنبغي ندير الحل ديال واحد المتراجحه من الدرجه الثانيه خاصني نكون اليمين نخلي فيه زيرو بحال بحال المعادلات. يعني شنو غادي ندير؟ غادي نحول هاد الاعداد اللي عندي هنايا للطرف الاول، يعني غتولي عندي اكس اس 2 3 اكس غنديرها للطرف غتولي ناقص 3 اكس، 10 نديرها للطرف الثاني غتولي ناقص 10، وغتبقى لي اكبر من او يساوي صفر. شنو كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ ان هاد اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 10 اكبر من او يساوي صفر، بحال بحال هاد المعادله اللي كانت عندي في السؤال اللي قبل. يعني شنو كيوقع لي هنايا؟ كيختصروا عليك هذيك المرحله باش كتحدد انت الحلول ديال هاد الحدوديه ولا الجذور ديال هاد الحدوديه اللي عندي هنايا. يعني مباشره درنا الحل اللي عندي هما شنو هما؟ حسبناهم في السؤال الاول لقينا اكس 1 كيساوي 5 واكس 2 كيساوي ناقص 2. شنو بقى لي هنايا؟ بقى لي غير ندير جدول الاشاره. جدول الاشاره كنكتب على هذا الشكل التالي، كندير واحد الجدول بحال هكا اكس، وهنا كنكتب الحدوديه اللي عندي هنا اللي هي اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 10، كندير هنا ناقص ما النهايه زائد ما النهايه، كنكتب هنا الحلول بالترتيب، يعني الصغير عاد الكبير. الصغير عندي هنا هو ناقص 2، الكبير هو 5، كندير هنا كتنعادل كتساوي صفر. هنايا في الوسط كندير عكس اشاره ا، الأ عندي هنايا هو الأ اللي كان عندي في نفس المعادله اللي قبل اللي هو 1، وواحد موجب، يعني هنا غندير عكس اشاره ا اللي هي سالب، وهنايا غندير موجب موجب. ومن بعد شنو كنشوف؟ كنرجع لهاد المتراجحه اللي عندي هنا، كنشوف شنو بغاو هما، واش بغاو اكبر من او يساوي صفر ولا اصغر من او يساوي صفر، ولا اكبر قطعا من الصفر ولا اصغر قطعا من الصفر. هنا باغي اكبر من او يساوي صفر، المعنى ديال اكبر من او يساوي صفر يعني هو موجب، وكنشوف فين عندي الموجب في الجدول. الموجب عندي في الجدول كاين في هاد البلاصه هادي وكاين في هاد البلاصه هادي، يعني كندير حلول هذه المتراجحه هي هي المجال. شنو عندي هنا؟ الموجب من ناقص ما نهايه ناقص 2، يعني غندير ناقص ما نهايه ناقص 2، وعندي هنا اكبر من او تساوي، يعني المجال غادي يكون مغلق من عند ناقص 2. ما عنديش غير هاد البلاصه اللي فيها الموجب، عندي حتى هاد البلاصه هذه فيها الموجب، يعني غندير اتحاد عاوتاني هنا من 5 حتى زائد ما نهايه، وغندير المجال 5 زائد ما نهايه مغلق من الجهه ديال 5 حتى عندي هنا اكبر من او يساوي، وهذا هو الحل ديال المتراجحه اللي عندنا. من بعد السؤال الثاني اللي هو الحل ديال النظمه، النظمه اللي عندي هنايا هي هذه 3 اكس زائد 4 اغراك تساوي 90، اكس زائد اغراك تساوي 25. بالنسبه للحل ديال النظمه عندنا ثلاثه طرق، كاين جوج طرق كنتو كديرهم في التاسعه، وكاين طريقه اللي هزتوها العام اللي فات. بالنسبه لجوج طرق اللي في التاسعه، واحده فيهم كتسمى التاليفه الخطيه والاخرى التعويض، والطريقه اللي درتو في السانكيام اللي هي الطريقه ديال المحدده. انت عندك الحق دير الحل ديال النظمه باي طريقه مرتاح فيها. حنا غنحاولو نديرو جوج ديال الطرق. اول حاجه غنديرو هي الطريقه ديال التاليفه الخطيه. شنو كدير؟ كتحاول تركز غير على واحد من المجهولين، يا الاكس او الاكغيك، واحد فيهم. كنشوف العدد اللي غادي نضرب فيه هذا الاكس هذا باش يولي هو المقابل ديال هذا. شنو عندي هنايا؟ 3 اكس، هنايا عندي اكس، خاصني هذا الشيء هذا نضربه في ناقص 3 باش تولي عندي ناقص 3 اكس. هذه هي اول خطوه، يعني غيولي عندي هنايا 3 اكس زائد 4 اكغيك تساوي 90، وهنايا هذه المعادله كمان نضربها في ناقص 3 تولي عندي ناقص 3 اكس ناقص 3 اكغيك، وناقص 3 في 25 هي ناقص 75. من بعد شنو كندير؟ من بعد كنجمع هاد المعادلتين بجوج، يعني كنجمع هاد السطر مع هاد السطر. شنو كيوقع؟ 3 اكس الى جمعتها مع ناقص 3 اكس
غتحيد غتبقى عندي زيرو. 4 إيكغيك إلا نقسمها 3 إيكغيك غتبقى لي إيكغيك كتساوي 90 ناقص 75 ناقص عادي 90 ناقص 75 هي 15. يعني لقينا هنا إيكغيك كيساوي 15. من بعد ملي لقيت إيكغيك كيساوي 15 نمشي نعوضها في وحدة من المعادلتين، يا هادي أو لا هادي. أنا نختار، عندي حرية الإختيار، اللي بغيت ندير ندير. يعني غادي ناخد هاد الإيكغيك اللي خرج ليا هذا ونعوضو أنا هنايا، شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي إكس زائد 15 كيساوي 25. يعني إلا بغيت نعرف القيمة ديال إكس هاد 15 هادي غنديها للطرف الثاني وغتولي كتساوي 25 ناقص 15، يعني أن إكس كيساوي 10. يعني لقيت القيمتين هنايا، ولا لقيت الحل ديال النظمة، كنقول أن حل النظمة هو الزوج، كنكتب الإكس هو الأول عاد الإيكغيك، إكس لقيتو 10 والإيكغيك هو 15. هذا هو الحل ديال هاد النظمة اللي عندنا في هاد الحالة بالطريقة ديال التعويض. نحاول نديرو طريقة أخرى، طبيعي الحال خاص يخرج لنا نفس الحل اللي خرج لنا في هاد الطريقة الأولى. الطريقة اللي غنديرو هنا هي الطريقة ديال المحددة. أول حاجة كنمشي نحسب المحددة ديال النظمة كاملة، شنو كندير فيها؟ ندير هنايا واحد الدالة تساوي، كنكتب المعاملات ديال إكس هما الأولين، عندي المعامل هنا هو 3، هنا مكتوب والو، لأن المعامل ديال إكس الثاني هو 1. المعامل ديال إيكغيك هنايا هو 4، والمعامل ديال هاد إيكغيك هذا هو 1. كنمشي نحسب هاد العدد هذا هو الأول، يعني 3 مضروبة في 1 ناقص 4 مضروبة في 1 اللي هي 3 ناقص 4 اللي هي ناقص 1. لقيناها كيخالف الصفر، يعني أن النظمة عندها حل. أما ملي كنلقاوها عند دالتا كيساوي صفر، كنقولو أن النظمة لا تقبل حل ولا تقبل مجموعة من الحلول. هنا لقينا دالتا يخالف الصفر، يعني النظمة تقبل حلا. يعني شنو غندير هنايا؟ إكس يساوي، كندير دالتا إكس مقسومة على دالتا. شنو هي دالتا إكس؟ دالتا إكس كندير واحد المحددة، المعاملات ديال إكس اللي هما 3 و 1 كنحيدهم، وكندير في بلاصتهم هادشي اللي عندي هنايا، اللي من راه تساوي اللي هو 90 و 25، خاصهم يكونوا بطبيعة الحال من راه تساوي. المعاملات ديال إيكغيك كنخليهم اللي هما 4 1، هادشي هذا غنقسم على دالتا اللي حسبتها في الأول لقيتها هي ناقص 1. الحساب ديال هادي 90 مضروبة في 1 هي 90 ناقص 25 مضروبة في 4 اللي هي 100 مقسومة على ناقص 1. 90 ناقص 100 اللي هي ناقص 10، ناقص 10 مقسومة على ناقص 1 اللي هي 10. المهم هنا الحساب راه كنديرو هنا مختصر. بالنسبة لإيكغيك كندير هي دالتا إيكغيك على دالتا. دالتا إيكغيك شناهي؟ كندير واحد المحددة، دالتا بطبيعة الحال حسبناها هو ناقص 1. دالتا إيكغيك كندير واحد المحددة، السطر اللي كان فيه إيكغيك اللي هو الثاني كنحيدو، يعني هاد 4 و 1 كنحيدهم، وكندير في بلاصتهم هادشي اللي مرات تساوي اللي هو 90 25. أما السطر ديال إكس كنخليه كيفما هو، السطر ديال إكس فيه 3 وفيه 1، كنكتبهم كتساوي 3 مضروبة في 25 هي 75 ناقص 1 مضروبة في 90 اللي هي 90 مقسومة على ناقص 1. 75 ناقص 90 اللي هي ناقص 15، ناقص 15 مقسومة على ناقص 1 اللي هي 15. يعني لقينا عاوتاني حل النظمة هو الزوج، إكس هو الأول اللي هي 10، 15 اللي هو نفس الحل اللي لقينا بالطريقة ديال التعويض. المهم هذه الطريقة اللي بانت لك مفهومة، كاينة طريقة أخرى عاوتاني ديال التعويض ما درناهاش، ولكن الطريقة اللي بانت لك مفهومة خدم بها في الامتحان الجهوي. ندوز دابا للسؤال الأخير. السؤال الأخير عندي هنا عبارة عن واحد المسألة، قال لك أنه اشترى واحد الشخص دراجة نارية بمبلغ ديال 8000 درهم، نكتبوا المبلغ عندنا هنا، يعني نديروا له بي ولا إكس ونسموه التسمية اللي بغينا، إكس كتساوي 8000 بلا ما نكتبوا هذيك درهم. دفع 25% من هذا المبلغ، بحال شرط نعرف أن هذيك 25% شنو هي، شنو كندير؟ كندير 8000 مضروبة في 25 على 100، باش نعرف شحال هاد السيد هذا دفع. يعني تحسب هادشي بآلة حاسبة، ملي غتحسبو غتلقاه هو 2000، يعني هاد الشخص هذا دفع 2000 درهم، نسمو هاد العدد هذا نسموه هو بي، يعني هاد الشخص دفع العدد بي، والباقي سيؤديه على 12 دفعة شهرية بزيادة نسبتها 10%. خاصني نعرف أنا بعد هاد السيد هذا شحال باقي خاصو يخلص، هادشي الأول اللي خاصني نعرف، عاد من بعد نقسمو على 12 دفعة شهرية.
مزيان هاد الشيء هذا، باغي يشري واحد الدراجه ب 8000 درهم، خلص منها 2000 درهم، يعني شنو بقى ليه؟ بقى ليه هاد السيد هذا بقى ليه اكس ناقص بي، حيت كان الدراجه ب 8000 درهم ونقصنا منها 2000 درهم اللي خلص 8000 درهم ناقص 2000 درهم اللي خلص اللي هي شحال؟ اللي هي 6000 درهم. هاد 6000 درهم كيفاش غادي يخلصها هو؟ على 12 دفعة شهرية بزيادة نسبتها 10%، يعني خاصني نشوفو شحال بعدا زادوا عليه، يعني غيزيدو عليه 10% من هادشي اللي باقي له، نحسبو هادشي اللي غادي يزيد، باقي له هو 6000 درهم وغيزيد 10%، يعني غادي نزيد نضربو هادشي هذا في 10 ونقسموه على 100، إلا حسبنا هادشي هذا غنلقاو 600، يعني غيزيدو عليه 600، شحال دابا غادي يولي خاصو يخلص؟ خاصو يولي خلاص داكشي اللي باقي له زائد هاد النسبة ديال الزيادة، يعني غادي خاصو يخلص 6000 زائد 600 اللي هي 6600 درهم، هادشي اللي خاصو يخلص، هادشي اللي باغي يخلص هو باغي يقسمو على 12 دفعة شهرية، هون السؤال اللي محطوط هو ما هو مبلغ كل دفعة شهرية، يعني شحال يخلص في كل شهر، شنو بقى ليا هنايا؟ هذا هو المبلغ اللي غادي خاصو يخلص ونقسموه على 12، يعني هاد الشخص هذا غادي خاصو يخلص 6600 مقسوم على 12، الحساب هنا يحسب على حاسبة، إلا قسمنا 6600 مقسوم على 12 غنلقاو 5 5 0، يعني كل شهر سيدفع 550 درهم في كل شهر، وهادشي اللي عندنا في هاد المسألة هذه.